يعني فعلا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، احنا مؤخرا كنا عم نقرا تقارير مفصله عن نمو هذا القطاع والتوقعات الايجابيه بالنسبه لهذا القطاع في الفتره المقبله، ولكن بالامس صدر بيانات من قبل اتصالات ودو فيما يتعلق بالحقوق الامتياز اللي حتفرض عليهم ابتداء من 2024 لل 26، يعني من 1 جانوري 2024 ل 31 ديسمبر 2026، وهي تقريبا بتشكل 38% من الايرادات او من الارباح تبع هذه الشركتين. هلا كنا مؤخرا اعلنت النتائج تبع الشركتين، وكانت الاثنين ضمن توقعات المحللين، وكان في ايجابيه من عندهم. يعني اتصالات مثلا كان في نمو بحدود ال 20% بالربع الثالث بالايرادات تبعهم بالارباح، وهذا الشيء بيعطي زخم بالنسبه للمستثمرين وايجابيه خاصه بظل التقارير اللي هي عم تصدر. هلا مع اضافه الضرائب او حقوق الامتياز مثل ما تسمى، حتضغط نوعا ما على هوامش الربح او هوامش التوزيعات تبع هذه الشركات، فممكن انه نشوف ردود فعل سلبيه من قبل المستثمرين. اليوم مثلا اذا بنطلع على اداء سهم دو حنلاقيه على تراجع تقريبا بحدود ال 1%، اتصالات العكس تماما حاليا على ارتفاع ب 1.1%. يعني بعض المستثمرين يمكن بحكم انه نسبه الارباح لدى الشركتين في تباين بيناتهم بحكم حجم الشركتين، ولكن الشركتين اعلنوا انه ابتداء من السنه الجايه، يعني عن نهايه كل سنه ماليه، رح يتم فرض دفع هذه الحقوق الامتياز اللي هي مثلا 5.7 مليار لاتصالات و1.8 مليار لدو. بالنسبة للمستثمرين، أول شغلة بيفكروا فيها التوزيعات تبعهم، شو حيصير فيها، كيف حيتم صحيح. التوزيع إلى آخره، بس هول النسب إجمالا تحتسب يعني بطريقة معينة. يعني ما مثل في هذه الظروف ماري بتأثر على جاذبية أسهم هذه الشركات، هل يمكن أن نشوف تأثير في جاذبية المستثمرين لهذا القطاع ولأسهم هذا القطاع؟ محمد، هيدا الموضوع مفروض اجمالا بكل البلدان، يعني مش انه بس بالامارات في عنا نحن حقوق الامتياز، كل شركات الاتصالات في عليها حقوق امتياز مفروضه، وهي شغله طبيعيه، ولكن بالنسبه للمستثمر اول شغله بفكر فيها هي حقوقه هو، التوزيعات تبعه. هلا وقت بنجي ناخذ نحن تفصيل كيف حيتم احتساب هذه الرويالتي فيز او حقوق الامتياز اضافه لضريبه الشركات اللي حتنفذ، حيبدا تطبيقها على شركات الاتصالات بواحد جانيوري ال 24، حتلاقي انه النسب هي عادله في مكان ما، وممكن لهذه الشركات انه يتم يكون التاثير عليها مش مباشر، خاصه انه حقوق الامتياز لا تعد ك اكسبنسز او تكاليف على الشركه، يعني في نظام معين لحقوق الامتياز بيتم التعامل معه، وهذا الشيء بالنسبه لشركات الاتصالات بيعطيها زخم اكبر، لانه ممكن نشوف زياده مثلا بالفواتير او زياده بالاشياء اللي بيتكبدها المستهلك، ولكن بشكل عام على المدى البعيد ما بيكون في لها تأثير طيب سلبي، إنما يعني هي ردود فعل بقلب الأسواق. ماري، حتى نوضح هذه النقطة أكثر، يعني هل يعني ذلك أنه تركيز المستثمر الآن نحو هذه الشركات سيتجه نحو التزام هذه الشركات بتوزيعات الأرباح والحفاظ على النسب دون تغيير، فيما عدا أي ذلك فهذا قد يؤثر على اتجاهات ربما هذا الأسهم أو هذه الجاذبية، صحيح؟ أكيد نحن عم نحكي على المستثمرين الفرديين يلي هن بيعتمدوا على التوزيعات، نعم، ولكن إذا بدنا نحكي على المستثمرين اللي هن صناديق استثمار أو مؤسسات أو استراتيجيين بقلب الأسواق، ما بيعتمدوا فقط على التوزيعات، بيكون في عندهم نظرات أخرى أو استراتيجي مختلف عن اللي بيتبعه المستثمر الفردي. المستثمر الفردي دايما استثماراته قصيرة الأمد، أو إذا كان طويلة الأمد هي بتعتمد على التوزيعات، وإذا التزمت هذه الشركات بالتوزيعات المستثمر ما عنده ولا أي مشكلة. يعني في عندك نمو بأسعار الأسهم بقلب الأسواق، وفي عندك التوزيعات عم بتتم، المستثمر مرتاح، ولكن الشركات ممكن إنه نشوف إذا لقينا في ضغط على هوامش الربح وضغط على الاستثمارات تبعهم، ممكن نلاقي إنه يصير في من تعديلات بالأوزان، إذا بدنا نحكي عن الصناديق الاستثمارية، وإذا بدنا نحكي عن المؤسسات كمان ممكن نلاقي في تعديلات. طيب ماري، إذا بدنا نقارن أداء يعني قطاع الاتصالات في أسواق الإمارات مع أداء المؤشرات إن كان في أبو ظبي أو دبي، كيف نقيم هذا الأداء؟
هلا اذا بدنا نحكي على اتصالات في لها وزن اكبر من دو بقلب المؤشر، فطبيعه الحال اي حركه ممكن انه نشوفها قويه على اتصالات هيكون في لها تاثير مباشر بقلب المؤشر للفترات الطويله، حتى مش بس اذا عم نحكي عن اداء يومي. فهلا بهذا الوقت اتصالات يمكن بتتعرض لضغوط مش بالمنحى السلبي، ولكن انه بتتعرض لاتجاه الانظار لها اكثر يمكن من ما دو، خاصه انه في التوسع تبع اتصالات خارج الامارات اكبر من التوسع تبع دو. فوقت نجي نطلع انه حتى هذه الرويالتي فيز او حقوق الامتياز حتطبق على الريجليتد والنون ريجليتد ضمن الامارات، ولكن كل الارباح او الايرادات الخارجيه ما راح يتم احتسابها بهذه النسب يلي عم نحكي عنها. فبالتالي كل هذه المواضيع بدها تتاخذ بعين الاعتبار محمد، لانه هي حيكون في لها تاثير على نفسية المستثمر، على أداء المستثمر بقلب الأسواق، وحتى على طريقة احتساب الشركات لحتى توضح بالنسبة للمستثمرين. بدأ شوية وقت لحتى يمكن أنه يبين أول فترة لحتى يحتسب أول نسبة أو الأكرول تبع أول فصل التنقل، نعم. ليبلشوا المستثمرين يمكن يستوعبوا أكثر شو هي حتكون تداعيات هذه نعم. النسب، إن كانت رويالتي فيز أو حتى تاكسز مفروضة على هذه الشركات.